اهلا وسهلا الفنات، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه، كلشي هو هذا الحمد لله. اول حاجه كنبغي نقول لكم شكرا للناس اللي باركوا لي، شكرا لكم بزاف بزاف، الله يحفظكم. والناس كتقول لي ياك ما نسيتينا في الدعوات، ما نسيتكمش اختي، كلكم دعيت معاكم، الله يحفظكم ليا. هذا ما كان اختي، كنحس بواحد العربه ما يمكنش. المهم اختي، اليوم دايرين 3 ايام عرفتوا التقاليد المغربيه، كنديروا رفيسه يا اختي، وتوحشت الرفيسه يا اختي، وريحه الحلبه وداك الشيء. دابا مسموح انني ناكل الحلبه، كل اللي عجبك دابا. الله يا ربي، الرفيسه اللي ما كانت فيها الحلبه بحال ما كاين والو. المهم قلت لكم كيف ما داز هذا النهار ان شاء الله بحول الله، بالنشاط ديالو، بالتفليه ديالو، بالضحك، بالتقشاع، بالتقليقه، بكل شيء ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم اختي. هذا ما كان مهم، كاين اختي في الكوزينه كتصايب لينا الرفيسه. المهم داك الشيء كيف ما داز غادي نبارطاجيه معك اختي. غنعرف انا واحد الحاجه، نتوما ما بقى لكم والو على الزواج، ما بقى لكم والو على الزواج. شوفوا واش كيلعبوا، شوفوا دايرين كوزينه، الله ينهاكم الله بلاش. الله يعيش ورا خاصك ما نسمحش دابا نشرب مناضة. لا 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 مناضة ما كاين، زغيمة بس غيمة لا زغيمة. والله إلا بعدا جمعوا العلوم يا اختي على المسيمنات، راه ما يمكنش هادو راني عرقانة ما تضحكونيش، هاد جوج خوباج هادو ما قلت لهم عرقانة واش تدي لي الريح اختي الريح. شتي الدار اللي ما فيهاش البنات، اللي ما فيهاش البنات ما فيها والو. المهم اختي ماما تما كتصايب لينا هذا الرفيسه، واحد الريحه يا اختي، الله يا سلام. بلاتي نورجيكم الدجاجات وداك الشيء، شوفوا لي يا اختي الدجاجات، الله اللهم بارك. سري لي حرفك شعب الله، الا نهار كنت كنولد كندعي معاكم كاملين كاملين، الا ما يمكنش هذوك دعيت معاهم. الله يا خوتي ما كرهتش، لا شوفوا لو بغيت نعاود لكم قصتي مع الولاده نعاودها لكم، الله تسمعوا عليا الضحك. غيدك يلاه، قالت لي راه راسي عريان، قلت لها انا نصور غيدك، صور لي غيدي هي وخالدي كينقيو الحلبه. شوفوا كثروا لي الحلبه، راه قالوا لي تدي الحليب. الحلبه راه فيها الدياب. هاني جايه بلاتي صوروا تنقيو الحلبه. صوري ما اختي كنقيو الحلبه، عرضت لكم هنا المهم نقيو الحلبه. هادو يدير مي بلاتي نوريكم، يدير خالتي راه ما تيتشابوا في والو. هادو يدير حاشا دابا تاكدت ناس رجلين ولدي المركي جبوا رجل خالتي رجلاتو طوال. وعرفتي منين جبتو يا ناس حدا نوض قاعد كتفلي اختي كتفلي، قالت لك واخيرا الحلم وتحقق كيش بلا في ودني كيش بلا في ودني. ضحكينيش امي انت كرشي رجلي طويل، شنو هي الخاله؟ الخاله ما عندوش، عنده بزاف ديال الخالوات، عنده خالته ماماك غيزان وخالته كريم وخالته ابتسام، صافي اختي عنده غير خالاته، الله يخلي ليه خالات. يا خوتي المسمنات داكشي ناضي، راه قالوا لي حتى المسمن كيزيد الحليب، عطوني مسمنة. ما بغيتيش بريستيج، بغيتي ديما انتي انا هكا داكشي ديال زمان بنتي. واش رفيسه رفيسه مالها؟ والله الا كتجي يا سلام، والحلبة والحدس، وعرفتي الا كان فيها الفول كي كتجي كاع، هو ما دارش الفول. المهم العدس والحلبة تجي غزالة، راه فيها الجوع الناس. يا اختي شوفي اللهم بارك، شوفي وليداتي كاع ناعسين هنايا، شوفي شوفي يونس ناعس، يانيس حتى هو ناعس، ها ولدي الكبير وها ولدي المتوسط وها ولدي الصغير. يونس جيتي تجمعتي حدا خوتك بوفرا بين سنينات. شوفوا يانيس فراسكم البنات، راه الصهد وناعس مغطي، ناعس مغطي، عرفتي كل ساعات نجي نطلع على ولدي تنقول لهم غيلقاه في الكونه غيطبزوا ليا. شوف حضيهم دابا راه انت هو الكبير، عارف متوسط الصغير حضيهم يا ويلاتك. ها انت اختي اللي فيه شي حاجه فيه جامي تحيد منه، واخا عييت ولكن بغيت زعما نقاد هاد الحليوات في هاد القطيب هذا يا البنات. وصافي المهم ندوز واحد العشيه مع بعضياتنا كيف ما دازت، غادي نبارطاجيها معاكم ان شاء الله بحول الله. تبقينا في الحياه اختي. هذا شنو بغيت نقول لكم، واحد بلا مشطراجي، المهم نستفاد الحليوات هنايا، بغيت نديرهم في هاد الجبيرات وهذا، ولكن قلت بعدا نستفهم هنا وصافي، حيت اليوم ما كاينين زعما الناس بزاف غير الدار وهذا داكشي اللي كاين. هذا مكان اختي.
اختي لقيتيني جد دابا قادت راسي واخا ما قادر ايش الصباح كتكون عندي الطاقه العشيه صافي كنفشل كنعيا. المهم لبست هذيك البيجامه اللي ديجا كنت بارطاجيت معكم دو بياس اختي في البيض وداك الشيء ودرت معها البوله هذا في السريره. المهم غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوها شنو اخر. صافي كيف ما دازت العشيه اختي بارطاجيها معاك عرفتي الموت ديال الصه السخونيه اللهم بارك ولكن الليله هي الله. ها انت يا اختي المهم بيجامه كتجي بحال هكا هي دو بياس مبرده صراحه الله ولكن انا ما قادراش اختي نلبس حوايج والله ما قادره. قلت لكم البنات دو بياس حتى التحتاني ديالها بليديده صافي من اليوم غيبقى التبرزيط. ها انت يا خيتي المهم الفوق ديالها كيجي بالبينوان واحد جوج ثلاثه. او ها هي الرفيسه ديال النفيسه شافوا لي الرفيسه كي دايره تبارك الله. المهم هذه ديال 3 ايام ديال الهام شوفوا تبارك الله الدجاج محمر داك الشيء بالزواق. المهم طبيعه الحال شكون اللي كيطيب هي امه مكه هي اللي دائما كطيب. شوفوا التاويل واو صراحه الديكور زوين والبنه خلاص ما نعاودش لكم لان ديجا حنا كلينا عند امه مكه او بلا ما نقول لكم المذاق كي داير. شوفوا تبارك الله شوفوا ديزاين بريستيج داك الشيء نعم سيدي.
كورسا. مبروك مبروك مبروك. بلاتي باقي ما ساليناش ما ساليناش. ضربها يانيس اخر دقه. سير 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 صافي. واخوتي باش كتسالي الحفله مشاو اللعابات سالا الحفله سالا كلشي. مي شكون غيجمع الروينه؟ شكون غيجمع الروينه؟ بقى مع الروينه خوتي صافي اللي بقى تجيب لي الوريضات باقي نحيين اختي. المهم نجمعو الروينه وداك الشيء صراحه الله كاين اللي بلاتي يتعاونو معايا انا عارف شي الريح صافي عييت. الروينه اللعابات مشاو اللعابات بقى الروينه.